إذن مستمرين معكم في هذا البث المباشر من أمام باب السلسلة، والآن خروج مجموعة جديدة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال من المسجد الأقصى المبارك. أشير أن عدد الاقتحامات منذ صباح هذا اليوم يعني وصلت إلى ما يقارب إلى أكثر من 370 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من صباح هذا اليوم. نشهد هنا جزء من هذه الاقتحامات الآن خلال خروجهم من باب السلسلة. أشير أن أيضا مجموعة من المستوطنين حاولوا رفع العلم الإسرائيلي بالقرب من باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وهي المحاولة الثانية منذ صباح هذا اليوم لرفع العلم الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. أيضا وحتى هذه اللحظة قوات الاحتلال ما زالت تفرض قيود على المصلين لمنعهم من دخول المسجد الأقصى المبارك، وأيضا تقوم بتسهيل اقتحامات المستوطنين وحراس وتقوم بتسهيل هذه الاقتحامات بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال. أيضا هناك اعتداءات مستمرة بحق المصلين في الداخل، تم تعرضهم للضرب بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي، إضافة أيضا إلى استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع داخل المصلى القبلي، وخاصة هناك مجموعة كبيرة من المصلين محاصرون في الداخل داخل المصلى القبلي. أيضا هناك اعتداءات وانتهاكات للمصلين في الداخل للنساء، أيضا يعني تم الاعتداء عليهم من قبل قوات الاحتلال، وخاصة تزداد هذه الاعتداءات لحظة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك مع مرور كل مجموعة يتم إبعاد المصلين عن المجموعات الاستيطانية بالضرب والاعتداء عليهم واستخدام أيضا الهروات والعصي لمنعهم من أي محاولات تصدي لاقتحامات المستوطنين. إذن أكثر من 370 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ صباح هذا اليوم، وحتى هذه اللحظة ما زالت الاقتحامات مستمرة محاولين رفع العلم الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك وسط تواجد كبير من المصلين لحماية المسجد الأقصى المبارك والدفاع عنه.
إذن قوة احتلال هنا حاول الاعتداء على الشبان، ولكن استطاع الفرار من المكان. بالتزامن مع خروج مجموعة جديدة من المستوطنين من أمام باب السلسلة، الآن في هذه اللحظات نشاهد في هذه الصورة المباشرة تواجد قوات الاحتلال بأعداد كبيرة بالقرب من باب السلسلة لحماية المستوطنين خلال خروجهم من باحات المسجد الأقصى المبارك.